خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الشيخ خالد خضر وكيل وزاره الاوقاف بالغربيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحيه يعني لو حضرتك توضح لنا مظاهر الاحتفال بمولد السيد البدوي السنه دي وجدول العمل داخل المسجد الاحمدي على مدار الاحتفالات، هل اختلفت مظاهر الاحتفال؟ هو الاول ناس كتير ما تعرفش نسب سيدنا البدوي، النسب المحمدي الشريف. نعم. سيدي احمد البدوي هو ابن السيد علي البدري ابن السيد ابراهيم، بينتهي نسبه الى سيدي علي زين العابدين ابن الامام الحسين ابن الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا، ابن ستنا السيده فاطمه الزهراء بنت سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله. ولد سيدنا البدوي في مدينة فاس في المغرب سنة 596، ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم وتعلم على يد والده وشقيقه الأكبر حسن الأكبر. عاش في المغرب لغاية سنة 603، وانتقل إلى المدينة إلى المكة المكرمة، وعاش في الحرم لغاية سنة 633، ورجع مصر في نفس السنة دي وعاش في مصر، واستقر بطنطا بمدينة طنطا من 635 هجرية حتى وفاته سنة 675، عاش في مدينة طنطا 40 سنة. طبعا أنا من أسمائه طبعا شيخ العرب، وسمي بالشيخ العرب لفضله وكرمه وجوده، ومن أسمائه البدوي لما لزمه من ملبس وزي، فكان يتلثم مثل العرب، عاش معاهم فترة، وكان يلقب بأبي الفتيان لعطفه على الصغير والكبير من بني الإنسان، فضلا عما كان عليه من قوة الجنان وحسن البيان وطلاقة اللسان، وكني بأبي فراج لأن كل من تعلق به وزاره وتوسل بالمكان الطاهر المبارك برب العالمين ثم بالمكان فرج الله عنه.